الكلمة ديالك بخصوص مشاركتك في مهرجان ضحك بمولاتي. أولا السلام عليكم وشكرا لقناة هبة إسبريس على هذا الحضور اللي حضرت معنا اليوم. شرفني كبير تكون حاضرة. وبالنسبة لي أنا يعني رغم أن الناس يعرفوك الحمد لله في الويب وفي الإنترنت وفي الفيسبوك، رغم أن تجي نحضر معهم لأنهم صراحة الدورة هذه المنظمة في مسرح مولاي رشيد حي مولاي رشيد يعني أول دورة، ورغم أن الناس يعني شكر خاص بدل الأول عبد الجليل مرجوك لأنه هو اللي منظم هذا وهو المدير ديال هذا المهرجان، ومشاركة زوينة لأن تعرفنا على ناس ديال مراكش، ناس ديال آسفي، ناس ديال السطات الحمد لله جديدة، يعني تعرفنا على ناس في المدن لأن كنشوفهم وبتواضعوا الحمد لله بمحبتنا اليوم كنحضروا، وكنتمنى أن إن شاء الله نكونوا دائما في تألق ودائما في جديد. والبارح أنا اللي كنت جيت أنا رقم واحد، وكنتمنى أن المشاركة ديالي اليوم تكون من رقم واحد، وشكرا لكم بزاف. معروف لك أنك كتقلد مجموعة من المعلقين، أعطينا شي تعليق بصوت ديال أحد المعلقين ولكن خارج المملكة. مرحبا، شكرا لكم هبة إسبريس في المحاضرة وفي اللقاء الذي تسجلون معنا اليوم. هذا زميلكم، هذا معلقكم، لن أذكر الاسم ولكن أنتم تعلمون أقول بأنك جدار بشري. لا 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 هبة إسبريس تحضر والأخ من يحضر، إذا الغير يحضر وأنا لم أحضر. شكرا لكم، ولن أنسى اللقب الشهير الذي أتعرف به هو محمد فاخر. تفضل فاخر. وشكرا لكم بزاف لأنكم حضرتم معنا اليوم، وشكرا بزاف 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 الناس وشكرا الخاف هذا الهبة إسبريس، وحنا متابعينكم ومتابعينكم ديما بالجديد ديالكم، وشكرا لكم بزاف ومرحبا الحمد لله وهادشي اللي عطاتنا.